¡Hurra! كلنا نعلم أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا تطورت بين كبار الدول حتى أصبح الكثير من المحللين السياسيين مقتنعون بقدوم حرب عالمية ثالثة لا مفر منها، ولكن الغريب والجديد أن نسمع عن حرب دائرة في الفضاء بين روسيا وأمريكا. والحقيقة التي لا يتحدث عنها الكثير أن الحرب الروسية الأمريكية أصبحت بأبعاد أخرى حيث وصلت إلى الفضاء، ولكن ليست أوكرانيا هي من تحارب في تلك الحرب، لأن الصراع أصبح أكبر من ذلك. أوكرانيا هي البداية فقط، كما حدث في الحرب العالمية الأولى والثانية، حيث بدأت هذه الحروب بصراعات بين الدول الصغيرة مثل أوكرانيا لتتطور بين الدول الكبرى التي قررت مساندة هذه الدول حتى أصبحت حروبا عالمية. واليوم يقوم التاريخ بإعادة نفسه مرة أخرى، حيث تدخلت أمريكا بقواتها وتقنياتها الفضائية المتقدمة لتقوم بالوقوف بجانب أوكرانيا. أوكرانيا التي لا تمتلك تقنيات تساعدها بالوقوف في وجه الدب الروسي، فكيف بدأت وزارة الدفاع الروسي حربها في الفضاء؟ وما السبب الذي جعل قادة البنتاغون لا يتدخلون أو يحركون ساكناً، ولكن جعلهم في حالة من الذهول الكبير؟ إليكم القصة باختصار. عندما نقوم بالبحث والنظر في التاريخ ومراجعة الأحداث التاريخية، نعلم أن الدول حينما تصبح قوية وذات مكانة تقوم بشن حروب وفرض سيطرتها على الشعوب والدول الأخرى. ومن المعروف أن الدول القوية ذات السيادة لا تقبل بوجود دول أخرى قوية بجانبها، لأنها من المحتمل أن تهدد أمنها واستقرارها. لذلك تاريخ العالم مليء بالحروب والنزاعات بين جميع الأطراف لفرض القوة والسيطرة، وجميع الحضارات مبنية على ذلك. وفي عالمنا الحالي وما وصلنا له من تقدم في كافة المجالات، نجد أن هذا لم يغير من طبيعة الدول القوية في الاتجاه لفرض السيطرة على باقي الدول. ومن المؤكد أن الحروب العسكرية والمعارك الأرضية لها أهمية كبيرة في مسار الحرب، ولكن الحرب الفضائية تصبح أكثر أهمية يوما بعد يوم. لما تقدمه من معلومات ذات أهمية قصوى، ولما يجعل الفضاء أرض آمنة وسرية لإجراء الاختبارات على مدى قوة وصلابة أسلحتها. والدول التي لا تمتلك هذه التقنيات لا تمتلك القوة الكافية. ومن ناحية أخرى، وقبل بداية الحرب الروسية قامت بعض الدول والشركات الفضائية بنشر وعرض تحركات الجيش الروسي بأسلحته متجها إلى أوكرانيا، وعن طريق ذلك عرف العالم كله ما ستقوم به روسيا، حيث ساعدت هذه المعلومات الجيش الأوكراني في التصدي لقوات الجيش الروسي وألحقت بهم الكثير من الخسائر والضحايا، وهذا أدى إلى استفزاز الروس، حيث قاموا بعدها بشن الحرب على محطات الفضاء والأقمار الصناعية التي تقوم بمساعدة أوكرانيا. ومن هنا بدأت حرب روسيا وأمريكا فضائيا. هل تعتقد أيها المشاهد أن هذه الحرب ستنتهي بسلام، أم أنها ستتسبب في حرب عالمية ثالثة مثل ما سبقها؟ ننتظر رأيك في التعليقات. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.